السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة من طورين ويب نيوز نبثها لكم على موقع البلدية. كما العادة سنبدأ بالنشرة الجوية، فكما تلاحظون فدرجة الحرارة تتراوح ما بين 12 مئوية والضغط يتراوح ما بين 981 مليبار، أما الرطوبة تتراوح ما بين 36 مئوية. وهذه أخبار اليوم. تنظم مكتبة إيطالو كالفينو حتى نهاية يونيو على الساعة 10 صباحا لقاءات موجهة للمهاجرين، وذلك للتحدث باللغة الإيطالية وتعلمها. سيحل يوم 25 الذكرى 65 للتحرر إيطاليا من الاحتلال الفاشي، وكما العادة فبرنامج هذه السنة غني بالأنشطة الثقافية، ويمكنكم زيارة موقع إلكتروني البلدية للاطلاع على هذا البرنامج. تنظم المكتبات البلديات بطورينو خدمة الاستشارة في مجال البناء والعقار، حيث سيقدم تقنيون وطبوغرافيون، أي ما يعرف بجيومترا، ما لديهم من خبرة مهنية لصالح المواطنين، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرة من السبت 9 ماي إلى السبت 27 يونيو من هذه السنة. تنظم جمعية الإبداع والثقافة دورات لفائدة النساء للدفاع عن النفس، وذلك من خلال مشروع أطلقت عليه العدل، حيث يمكن المشاركة في 10 لقاءات انطلاقا من 20 أبريل، وذلك كل يوم ثلاثاء من الساعة 5 إلى الساعة 6:30. تنظم مجموعة من المتطوعين في الخدمة المدنية الوطنية لقاءات للشباب الذي يتكلم اللغة الإنجليزية ويرغب في تمرين نفسي على استعمال هذه اللغة والنطق بها لتحسين مستواه فيها، وذلك كل يوم الخميس إلى غاية 17 يونيو 2010 بالمكتب البلدية ميرافيوري، وفي نفس التوقيت إلى غاية 29 أبريل بمكتبة البلدية لينغوتو. قام الشباب المتطوع في الخدمة المدنية بمدينة طورينو بإجراء لقاء مع عمدة المدينة السيد سيرجو كامبارينو، وذلك في 25 من شهر فبراير المنصرم للسنة 2010. واستقبل العمدة هؤلاء الشباب مجيبا عن أسئلتهم. النص لما جاء في هذا اللقاء على موقعنا في البلدية. كانت هذه آخر أخبار اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.